نرحب فيكم مشاهدينا في برنامج ترانز وجولة جديدة مع باقات أخبارية منوعة رصدناها من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. البداية مشاهدينا مع شعار الإعلام في عالم يتشكل وانطلاق أعمال الدورة 22 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون واللي يقام في العاصمة الرياض. راح نشوف معاكم مشاهدينا التفاصيل من خلال الفيديو اللي راح نشوفه معاكم من حساب وزارة الإعلام في منصة تويتر. بمشاركة دولة الكويت انطلقت في الرياض أعمال الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، والذي يستمر لمدة 3 أيام بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية وبحضور أكثر من 5000 مشارك، إضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم و300 شركة إنتاج يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية. نرحب أول شيء في كل ما هو يقدم في اتحاد إذاعات الدول العربية. طبعا نشكر المملكة العربية السعودية، وهذه يمكن أول احتفالية من تقريبا سنوات عديدة في تونس، هذه المرة في طبعا المملكة في الرياض، نقدر نقول رقم 22 هذه الدورة، وهناك لقاءات إن شاء الله جميلة قيمة من خلال التبادل الثقافي الاجتماعي في هذه البرامج. طبعا مشاركة الكويت دائما إن شاء الله، عودنا يعني جمهور ومحبين الإذاعة والتلفزيون دائما الكويت سباقة في هذه المشاركة، ويعني العديد من البرامج اللي فيها كل الأشكال الفنية كإذاعة وتلفزيون. وتعقد هذه الدورة للمرة الأولى في مدينة الرياض استثناء خارج بلد المقر تونس منذ انطلاقتها قبل نحو 4 عقود. أمانة أتت مشاركة وزارة الإعلام الكويتية وبالتحديد قطاع إذاعة دولة الكويت في المشاركة لهذا المهرجان، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22، أتت لهذا الملتقى الخليجي العربي لتبادل الثقافات، تبادل الخبرات أمانة، وهذا هو الهدف من وراء هذه المشاركة في الدرجة الأولى. كذلك أتت هذه المشاركة للمنافسة على أعمال قدمت من قطاع إذاعة دولة الكويت، وهي كانت 8 أعمال. نتمنى من الله العلي القدير أن تكون أعمال موفقة جميعا، وهذا هو اللقاء الخليجي، هذا هو اللقاء العربي في هذه الدورة. دائما نسعى إلى هذا التبادل، إلى كسب الثقة وكسب الخبرات. بناء على بلاغ تلقته الهيئة العامة للبيئة عن قيام نشاط دون أخذ الموافقات من الجهات المعنية في بر كاظمة ووجود تعديات على البيئة البرية وبالتنسيق مع شرطة البيئة، تم معاينة الموقع وأيضا تم الكشف عن وجود مخيمات، وتم التخلص من مخلفات الصرف الصحي ووضع صبات اسمنتية في الموقع. نشوف معاكم مشاهدين الفيديو على الشاشة. غيم وأمطار خفيفة وأجواء جميلة تفاعل معها المغردين ونشطاء التواصل، وبهذا الخبر حبينا نفيدكم عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة مع خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان بهذا الفيديو. نشوف معكم.
نعطيكم نبذة عن حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعني اليوم الخميس وكذلك عطلة نهاية الأسبوع وقليل من الأسبوع القادم إن شاء الله. متوقع الطقس الغائم اليوم الخميس إن شاء الله، وكذلك في نهار الغد الجمعة ويوم السبت فترات يعني إن شاء الله راح تكون فيها فرص لأمطار قد تكون رعدية مثل ما حصل في صباح يوم الخميس اليوم، ومستمرة فترات اللي هي عدم استمرار الطقس في نهار الغد إن شاء الله الجمعة كذلك. عودة الأمطار مرة ثانية تخف شوية يوم الأحد وتعود السحب ويكون الطقس غائم إلى غائم جزئي يوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع المقبل مع فترات متقطعة من الأمطار خلال الأسبوع القادم. فهو يعني أسبوع إن شاء الله راح يكون حافل في بعض الأمطار، بس فقط ودي أنا أنوه أن تأخذون الحيطة والحذر خلال هطول بعض الأمطار الموجودة في الشوارع الزلقة، فخلف فتشة بينك أو مسافة بينك وبين السيارة الأخرى، شيك على المساحات اللي عندك كذلك في السيارة وإطارات السيارة، خاصة في مثل هذه الحالة لما تكون حالات مطرية تمر على البلاد. إن شاء الله أمطار خير وجو إن شاء الله كذلك يكون جميل مع هذه السحب، شوية رطوبة نعم، وانخفاض الرؤية الأفقية متوقعة كذلك خلال الليل خلال أول الصباح، فمهم جدا الإنسان يحتاط وخاصة في الطرقات مثلا الشمالية إذا أنتوا رايحين صوب الصبية والعبدلي، وكذلك على الجنوب في المناطق اللي هي قرب الشاليهات مثل الخيران وجلاعة والزور كذلك. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله. تحت هاشتاغ اليوم العالمي للعلوم تفاعل نشطاء تويتر بالذكرى السنوية لليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية اللي يكون في 10 نوفمبر من كل عام، ويسلط هذا اليوم الضوء على الدور المهم للعلم في المجتمع وحياتنا اليومية. ومن حساب وزارة الإعلام مشاهدينا في تويتر رصدنا هذا الفيديو. تقنيا رصدنا هذا الفيديو من حساب خبير الأمن السبراني محمد الرشيدي، اللي من خلاله راح نتعرف على الطريقة اللي ممكن نرسل فيها صورة عبر تطبيق الواتساب وفي نفس الوقت ما نخلي أحد يحفظها أو حتى يصور الشاشة. الأكيد أن الأكثر حاب يعرف التفاصيل، راح نشوف معاكم الخطوات من خلال هذا الفيديو. تبون تدزون صورة بالواتساب وما حد يقدر يصور الشاشة، إذا حاول يصور الشاشة يطلع له المسج هذا، تابعوا معي الشرح. الطريقه كالتالي: ندخل على الواتساب الشخص اللي مدز له صوره وندز الصوره بشكل طبيعي، نختار الصوره اللي نبيها اي صوره مثلا عندنا، بعدين نضغط على رقم 1 اللي شايفينه اللي داخل المكان اللي تكتبون فيه التكست، تضغطون عليه وبعدين ارسال، وبالطريقه هذه راح يوصل المسج بالطريقه هذه. خلونا نشوف لما يوصله شنو راح تطلع الصوره عندنا. طبعا الصوره راح توصل بالشكل هذا، لما نضغط عليها راح نقدر نشوفها، بس نحاول نكبشرها راح يطلع لنا مثل ما انتم شايفين الصوره هذه. انزين تعالوا خلونا نحاول نسجل الشاشه فيديو. خلونا نسجل الشاشة فيديو نشوف شنو راح يطلع معانا. تسجيل الشاشة فيديو الحين راح يبلش ويانا على نفس الصورة، شوفوا معانا ما راح لا يسجل الشاشة فيديو ولا راح نقدر ناخذ صورة بطريقة بكل سهولة. أتمنى إذا في شيء مو مفهوم تقدرون تراسلوني بالكومنت وإن شاء الله أرد عليك. وتحت هاشتاغ قرية كمل نومك رصدنا هذا المقطع اللي حصد على تفاعل كبير بين المغردين، وأثار اسم القرية مشاهدينا فضول نشطاء التواصل الاجتماعي خصوصا بعد اتهام سكان القرية بالكسل والنوم، لكن الواقع كان مختلف تماما. راح نكتشف هذه القرية والتسمية بهذا الفيديو المتداول في منصة تويتر.
مع بدء العد التنازلي لكأس العالم 2022 في قطر راح نختم جولتنا وبهذا الحدث وتحت هاشتاغ أنا عربي وأدعم قطر، ونقول إحنا كويتيين وندعم أيضا احتضانها لكأس العالم. شوف معكم هذا الفيديو المتداول مشاهدينا من حساب فيزيت كويت في منصة تويتر. ونرجع نقول احنا كويتيين وندعم قطر في احتضانها لكأس العالم. وصلنا معكم الختام ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وفي أمان الله.